تحالفات تبدو استراتيجية وطويلة الأمد في سوريا بالنسبة لحليفي الأسد الرئيسيين، لكن إلى متى تدوم هذه الصداقة في ظل الاعتراض الدولي على الوجود الإيراني تحديداً؟ وهل ينجح النظام في الحفاظ على توازناته أم يقصي أحدهما نزولاً عند الرغبة الخارجية؟ صحيفة ألموندو الإسبانية تجد أن كل من روسيا وإيران تسعيان لتعزيز وجودهما وحماية مصالحهما على حساب الطرف الآخر. بالمقابل تعتبر أن النظام السوري تعلم كيفية الاستفادة من الأزمات المتصاعدة بين حليفيه، لا سيما أنه ما يزال بحاجة إلى كلا الطرفين، ما دفعه للتصرف وفقاً للظروف والتغيرات. بعيداً عن الجانب العسكري وخلاف مناطق النفوذ، يبرز خلاف آخر بين طهران وموسكو حول حصتهما من مشاريع الاستثمار، وخاصة مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، وهو ما قاله علانية موقع تبناك الموالي للقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، إن الشركات الإيرانية استبعدت بشكل جزئي من عملية إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا بناء على اتفاق بين القيادة الروسية وسوريا. وبينما تلعب إيران على وتر العلاقة المباشرة مع الأسد للحفاظ على مصلحتها أولاً بحسب التصريحات المتتالية لمسؤوليها، تتجه موسكو إلى خلق توازنات خارجية من شأنها ممارسة الضغط على النظام لإقصاء طهران خارج مربع المونوبولي السوري.